مع تسجيل حالات ترحيل يومية، تصاعد مخاوف السوريين في تركيا، والمجلس الإسلامي السوري يدعو لتصحيح أوراق المخالفين لحمايتهم. الجيش الوطني يبدأ حملة لضرب شبكات المخدرات في مدينة مارع شمال حلب، وقيادي يعلن اعتقال عشرات المطلوبين وقتل أحد المروجين. الشمال السوري يسجل وفيات جديدة لمرضى السرطان، وناشطون يطالبون المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المصابين. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. دعت منظمات سورية على رأسها المجلس الإسلامي السوري الحكومة التركية لتسهيل إجراءات اللاجئين السوريين وتخفيف الضغط عنهم. وفي لبنان أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين السوريين. التقرير التالي يستعرض أوضاع اللاجئين السوريين والضغوط التي يتعرضون لها. تزداد مخاوف السوريين في دول اللجوء مع تصاعد الإجراءات التي تؤدي لترحيل بعضهم، بينما يبقى القسم الآخر ضمن دائرة الحذر والترقب لما ستؤول إليه أوضاعهم. في تركيا، وعقب حملات تفتيش وترحيل بدأتها الحكومة تستهدف المهاجرين بمختلف جنسياتهم بمن فيهم السوريون، بحث ممثلون عن الجالية السورية مع مسؤولين أتراك بينهم والي اسطنبول داود جول ملف ترحيل الأجانب وتجديد دائرة الهجرة شروط تجديد الإقامة. الجانب التركي قال إن الحملات وإجراءات التجديد تستهدف غير القانونيين. ولمعالجة قضية غير القانونيين من السوريين، طالب المجلس الإسلامي السوري في بيان له الحكومة التركية بمساعدة أصحاب الأوراق غير القانونية على تصحيح أوراقهم وتسهيل ذلك لمنع ما يتعرضون له من عمليات الترحيل. في لبنان يعيش السوريون ظروفا من القلق والترقب أيضا في ظل عزم الحكومة اللبنانية على إعادتهم إلى سوريا. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الولايات المتحدة لا تفرض ولا تعارض العودة التطوعية الفردية، ولكن الظروف في سوريا اليوم لا تسمح بعودة منظمة على نطاق واسع. ميلر قال إن الولايات المتحدة قلقة من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين السوريين وإلقاء اللوم عليهم في مشكلات لبنان. البرلمان الأوروبي دعم عبر بيان أصدره مؤخرا بقاء السوريين في لبنان، وهو ما اعتبرته لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اللبنانية أمرا معاكسا للواقع وللقواعد القانونية الداخلية والقانون الدولي. مساعي الدول لإعادة اللاجئين سواء كان بشكل طوعي كما تقول أو غير ذلك، فإن هذه العودة يرتضيها الكثير من اللاجئين بشرط زوال أسباب تهجيرهم وتوفير البيئة الآمنة التي يطالبون بها، ودون ذلك فإن أي إعادة للسوريين في الوقت الحالي هي إعادة قسرية يترتب عليها الكثير من المخاطر، وفق ما أكدته الرابطة السورية لكرامة المواطن. للحديث حول ذلك ينضم إلينا الدكتور مهدي داود المنسق العام لطاولة الحلول، يحدثنا من اسطنبول. مرحبا بك معنا دكتور مهدي. في اجتماع الأمس الذي جرى مع مسؤولين أتراك والسيد داود جول، هل لمستم أي إيجابية من قبيل أن الحملة محدودة زمنيا مثلا؟ سيد مهدي هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد مهدي داود، ربما نعاود الاتصال به خلال نشرتنا هذه. دكتور مهدي، يبدو أن الاتصال عاد مع الدكتور مهدي، هل تسمعني دكتور؟ انقطع الاتصال، ربما نعود خلال هذه النشرة. وإلى خبرنا التالي مشاهدينا، حيث أعلن القيادي في الجيش الوطني الفاروق أبو بكر انتهاء المرحلة الأولى من الحملة المخصصة
لملاحقة تجار المخدرات والتي أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين ومقتل أحد تجار المخدرات في مدينة مارع بريف حلب الشمالي. وأوضح الفاروق أنه تم إعطاء مهلة للفارين لتسليم أنفسهم للمؤسسات العسكرية في المنطقة، محذرا من مصير مشابه لن يختلف عن مصير من سبقهم، ومبينا إصابة عناصر من قوات الجيش الوطني خلال الاشتباكات مع تجار المخدرات. هذا وبدأت قوات من الجيش الوطني السوري فجر اليوم حملة ضد تجار ومروجي المخدرات في المدينة، قتل فيها تاجر المخدرات يوسف المجد النجار خلال الاشتباكات الدائرة بين الجيش الوطني وتجار المخدرات في المدينة. وفي السياق، أعلن قسم مكافحة المخدرات عن مصادرة كميات كبيرة من المشروبات الروحية والمخدرات في مدينة عزاز شمال حلب خلال مداهمة بيتين ضمن الحملة التي بدأها في وقت سابق. قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إن المخدرات تأتي من إيران وسوريا بشبكات مرتبطة ببعضها. وطالب الشمري بأن يكون هناك تنسيق مع دول جوار العراق لمكافحة المخدرات، متوعدا تجار المخدرات في المنطقة بعمليات قادمة ستؤثر على تجارتهم بحسب وصفه. وأضاف الشمري أنه قبل أيام تمكنت السلطات العراقية اكتشاف معمل لتصنيع المخدرات جنوبي العراق من خلال دلالة مهرب مخدرات دولي تم اعتقاله، موضحا أن حرب المخدرات حرب مفتوحة وستطول بسبب وجود مصالح وأرباح كبيرة، مشيرا إلى تحقيق طفرة نوعية هذا العام في ضبط المواد المخدرة والقبض على المتعاطين والمتاجرين. وفي تصعيد جديد بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، قال مركز المصالحة الروسي إن طائراته تعرضت لتشويش من قبل طائرات أمريكية، مشيرا لتكرار الخروقات الأمريكية. من جانبها، قالت واشنطن إنها تدرس الخيارات العسكرية لمواجهة خروقات موسكو في سوريا. التقرير والتفاصيل. وحدها الأجواء السورية تجمع بين قوات أمريكا وروسيا لتكشف طبيعة العلاقة بين الدولتين في البلاد التي باتت أقساما كل منها يخضع لوصاية دولية مختلفة. تتعالى الطائرات الأمريكية هذه المرة على طائرات موسكو من خلال تأثير أنظمة الملاحة المقترنة بالمقاتلات الأمريكية على الطائرات الروسية، بحسب قول رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ غورينوف الذي اتهم واشنطن بتسجيل 10 خروقات في الأجواء السورية. في وقت سابق قالت واشنطن إن روسيا اعترضت طائراتها في الأجواء السورية، ما أدى لتعرض حياة طياريها للخطر، فيما دعت الخارجية الأمريكية روسيا للعودة إلى بروتوكولات منع التصادم في الأجواء السورية. على الأرض تدفع واشنطن بتعزيزات عسكرية جديدة لحماية مواقعها. صحيفة ياني شفق التركية قالت إن 2500 جنديا إضافيا وصل إلى شمال شرق سوريا، كما زودت أكبر قواعدها في دير الزور بأنظمة صواريخ هيمرس المتطورة. الإحماء العسكري يقابله تصريحات سياسية تكثفها موسكو تجاه الوجود الأمريكي في سوريا. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال إن التواجد الأمريكي في سوريا غير شرعي، مشيرا إلى أهمية شمال شرق سوريا الاقتصادية، ومبررا بطبيعة الحال وجود روسيا الذي تسبب بتهجير السوريين. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في البنتاغون قوله إن روسيا تكثف تعاونها مع طهران وسلطة الأسد لدفع الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا وتسهيل شحنات الأسلحة إلى حزب الله، مضيفا أن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية للتعامل مع العدوانية الروسية المتزايدة في سوريا. أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دعمها سلطة الأسد بأنظمة دفاع جوي ودعم روسيا بالطائرات المسيرة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات الجديدة تحظر تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج الطائرات المسيرة من دون
الاتحاد من دول الاتحاد عفوا إلى إيران، إضافة إلى فرض قيود سفر وتجميد أصول مسؤولين عن برنامج الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني في سوريا، والذي يأتي في سياق دعم إيران لسلطة الأسد. وأشار البيان إلى أن حكومة الأسد تواصل سياستها القمعية، ومن الضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المطبقة منذ 2012 وضمان فاعليتها مع الحفاظ على نهجها ومراعاة الظروف الإنسانية للشعب السوري. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد أن استنزفت الأجهزة عمرها الافتراضي، مرضى الكلى في عفرين يتخوفون من توقف مركز علاجهم الوحيد بالمنطقة. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. توفي شخصان في شمال غرب سوريا بعد معاناتهما مع مرض السرطان وتعثر دخولهما للمستشفيات التركية لتلقي العلاج، كما بدأ صباح اليوم اعتصام مفتوح لمرضى السرطان قرب معبر باب الهوى للمطالبة بإدخالهم إلى تركيا لتلقي العلاج. وتستمر حملة أنقذوا مرضى السرطان، حيث أصدر ناشطون بيانا طالبوا فيه المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ نحو 3100 مريض، موضحين أن حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان تحولت إلى وضع إنساني يعرف بالطوارئ المعقدة الناجمة عن تزامن الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. ودعا البيان المنظمات الدولية والأممية والحكومية التركية والحكومة التركية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، لافتا إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ومنها المساعدات الطبية الخاصة بمرضى السرطان أو الأمراض المستعصية الأخرى. هذا ومع تزايد أعداد مرضى السرطان، خاصة بعد الزلزال وعدم قدرة المراكز الصحية في الشمال السوري على علاجهم، يفاقم الوضع الصحي والنفسي للمرضى وسط عدم توفر الأجهزة الطبية المتطورة لعلاجهم. يعلق مرضى السرطان أملهم على هذه الجرعات علها تخفف بعضا من آلامهم. عدم قدرة المرضى على تحمل تكاليف الجرعات يدفع بعضهم لتلقيها بشكل مجاني في هذا المركز، أو يضطرون لشرائها بمبالغ كبيرة في حال تمكنوا من تأمينها. وهي لم تأخذوني درع أندكسون وكورتيزون مقوي للأعصاب، بس ما في نتيجة. المرض بلش بالصدر، هلا بلش على الدماغ. أنا بتمنى أنه يكون في مركز، أو بعتونا على تركيا، أو مثلا يجيبوا مركز هون ويحطوا هاي المعدات وأنه تتعالج وتتشافى، لأنه في كتير حالات يعني مثله وأصعب وأهون. يعني في كتير حالات، في كتير مرض عنا هون مستعصي، وما في لا مادي ولا معدات ولا أجهزة. كان يعني يعطوني بتركيا الدواء، أحيانا بيتوفر الدواء هون بالمشفى وأحيانا ما بيتوفر، بدي أضطر أشتري وما معي أشتري. يعني الحالة طاول تعباني، والحمد لله رب العالمين والشافي الله. هلا بعاني من الألم بظهري بالحوض وبصدري وبصدري، انتشر المرض معي من صدري انتشر للعظم. والله عم نتراجع. عدم توفر الأجهزة الطبية المتطورة ونقص الأدوية اللازمة لعلاج أكثر من 3000 مريض يفاقم الوضع الصحي والنفسي للمرضى وعوائلهم، خاصة ممن هم بحاجة لتصوير شعاعي أو طبقي محوري أو رنين مغناطيسي. في عنا علاجات كثيرة غير متوفرة مجانا، تمام، مثل سرطان الرئة، سرطان المعدة، سرطان البروستات، بضاضة، سرطانات الدم الحادة. للأسف هي كلها ما في إلا علاج مجاني. العلاج الشعاعي وهو علاج غير متوفر أبدا في شمال غرب سوريا، يحتاج المريض إلى التحويل إلى تركيا من أجل تلقي العلاج الشعاعي. وفي عنا شيء وهو الأهم، هو العلاج المناعي، وهو علاج مكلف جدا جدا، يعني جرعة لا تقل عن $1000 شهريا. مديرية الصحة إدلب ذكرت أنه نحو 600 حالة مرض سرطان جديدة
سجلت بعد كارثة الزلزال، معظمهم من النساء والأطفال، ينتظرون إمكانية الدخول إلى المشافي التركية لتلقي العلاج خاصة الإشعاعية منها. ارتفاع أعداد مرضى السرطان في الشمال السوري دافع ناشطون وإعلاميون وعاملون في القطاع الطبي إلى إطلاق حملة أنقذوهم لتسليط الضوء على معاناتهم وتأمين العلاج المجاني لهم. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مركز سامز للأورام في مدينة إدلب. إلى ذلك، شارك العشرات من الأهالي بوقفة احتجاجية أمام معبر باب السلامة قرب مدينة عزاز شمالي حلب للمطالبة بحل معاناة مرضى السرطان في الشمال السوري وتقديم العلاج لهم خارج الحدود. خرجنا اليوم في وقفة احتجاجية للمطالبة بإدخال مرضى السرطان إلى تركيا بسبب عدم توفر العلاج في مناطقنا، كما ندعو الجهات المعنية في هذه المناطق أن تؤمن لمرضى السرطان ولو أدنى مستويات العلاج التي يحتاجها هؤلاء المرضى، فهم يعانون في كل دقيقة وكل ساعة من هذا المرض العضال. نسأل الله لهم الشفاء ولكل مريض. أنا زوجتي مريض السرطان، صار لي 6 شهور مريض السرطان. هون حاولنا، هون المستحيل حاولنا، أعطينا 3 جرعة بالباب وما استفاد شيء، بده هي أشعة وبده استصال مكان الورم. حاولنا كثير قليل هون ما استفدنا شيء، حاولنا تأخرت بالطلعة على تركيا، يأجلونا لا بعد العيد 3 شهور ونحن متأجلة طالعوا على تركيا بعد العيد. راحت على تركيا على أساس إنه تبلش السرطان، اجت عطلت العيد وما عطلت العيد راحت المرض، صلى شهر ونص هلا موجود هنا، لا تاريخ الساعة بدون أي علاج. في عند قصر دي جي مسوي لها إياها هون، بيقولوا لها جيت روحي على سوريا محل ما سويتيها ارجعي سويها. طيب هذا عمل إنساني؟ هذا بشر؟ نحن هون كسوريين منطالب بس يفوتوا مرضى السرطان، الأطفال، أطفال اللي عم تصارع الموت كل نهار، أطفالهم ما أغلى من أطفالنا، بدنا يفوتوا أطفالنا مرضى السرطان اللي عم تصارعوا الموت كل يوم وكل دقيقة لجوا، يفتحوا لنا المعابر، بدنا أدوية وعلاج ومشافي، بدنا معاملة خاصة، نحن أبناء ثورة شريفة، تعذبنا كثير، نجي بالأخير نتعذب بالمرض وأنتوا تسكروا علينا حدودنا، الحدود تبعاتكم شمال فوت المرضى. من معبر باب السلامة هذه الوقفة، هذه الفعالية من أجل مرضى السرطان. هناك آلاف الحالات في محررنا تحتاج للعبور للدخول إلى تركيا من أجل العلاج. نحن مقيمين مخيم باب السلام نناشد جميع الدول العربية والإسلامية والضمائر الحية بإدخال هالناس مشان السرطان، مرض السرطان. يتخوف مرضى الكلى في مدينة عفرين وريفها من توقف مركز علاجهم الوحيد عن العمل، حيث باتت الأجهزة تعمل بكامل طاقتها واستنزفت عمرها الافتراضي بسبب ضغط العمل خلال السنوات الأخيرة. بانتظار جلسته لغسيل الكلى يستلقي الفتى نشيرفان ابن 15 عاما على أحد الأسرة داخل مركز بهار، وهو المركز الوحيد المجاني لغسيل الكلى في منطقة عفرين وريفها. يقصده نشيرفان مع العشرات من مرضى الكلى لتلقي العلاج، قادمين من مناطق عفرين وإدلب متحملين مشقة المواصلات وبعد المسافات. ما بغسل ما في مشكلة والله الحمد لله، يعني برتاح بتفرج على جوالات، بس المشكلة اللي في رايحة وجاية، يعني بالمشي بروح على البيت وبجي. الخميس بجي بغسلون ظهر والسبت والتنين، إذا ما في طاول أسبوع بقدر أتحمل، بس غيرك لا والله ما بغسل. والله صار لي 6 شهور هذا، بس بالنسبة للبعد يعني أنا بعيد، يعني بجي مسافة 40 كيلومتر، يعني والله صعوبات. إذا المركز يضل هون دائم بيكون نسبة يعني قلنا أحسن، يعني لأنه ما فينا نبعد أكثر من هيك، يعني نطلع على غير مكان. يعني يعمل المركز بطاقته القصوى على 7 أجهزة للغسيل فقط، ويصل عدد جلسات غسيل الكلى التي يقدمها المركز إلى 800 جلسة غسيل شهريا تتضمن الجلسات الإسعافية، وهو ما يشكل عبئا متزايدا على المركز والأجهزة القليلة الموجودة فيه. هلا نحن عندنا ضغط كبير على المركز والأجهزة ما بتستوعب، هل ما عندها ما فيها تتحمل هذا العدد، لأنه الجهاز شغال لك من 7 الصبح للوحدة بالليل، 5 ورديات باليوم. يعني كل جهاز له عمر حملة للجهاز، فهني تعدوا العمر تبعتهم. قلق كبير يراود مرضى الكلى وذويهم من خروج المركز عن الخدمة
أو تعطل أجهزته أو توقف الدعم عنه في ظل عدم وجود مركز آخر لغسيل الكلى في المنطقة. تخوف وقلق مستمر يشعر به مرضى الكلى من مصيرهم الذي بات معلقاً بين استمرار الدعم أو انقطاعه، ليضيف هذا الأمر معاناة جديدة إلى سلسلة معاناتهم المستمرة. وصيل أحمد، حلب، اليوم، عفرين. يعاني شاب قايد من إصابة حربية في رأسه ويقيم في مخيم قرب مدينة عزاز شمال حلب. بدأت حالته الصحية بالتدهور مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، في حين تفتقد معظم مخيمات الشمال السوري لوسائل تبريد تخفف من لهيب الشمس. المزيد في هذا التقرير. تزداد حالته الصحية سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة وافتقار خيمته لما يخفف من لهيب الصيف. الشاب قايد نازح من ريف حماة الشرقي منذ 5 سنوات، تعرض قبل نزوحه لإصابة بليغة في رأسه جراء قصف جوي لسلطة الأسد، لكن الأقدار كتبت له الحياة من جديد بجسد أصابه شلل نصفي بسبب تهشم جمجمته وتضرر جزء من دماغه. أصابته بالجمجمة، طبشت الجمجمة ونزلت شظايا كمان على الدماغ، والشظايا حاليا موجودات بدماغه، ونحن سكرنا له الجمجمة بشريحة صفيحة بلاتين، عوضنا الجزء اللي راح من دماغه ومن الجمجمة كمان، لأنه نزل بعد كسر الجمجمة نزل من دماغه كمان على الأرض. رغم حاجة الشاب قايد إلى مسكن صحي يلائم حالته المرضية خشية المضاعفات الطبية، لكن ضيق الحال يمنعه من استئجار منزل، مما يجعله مضطرا للإقامة في خيمة قماشية تفتقر لمعايير الرعاية الصحية، وهو ما بدا واضحا على صحته خلال موجة الحر التي تضرب المنطقة. موجة الحر الشديدة اللي تعرضنا لها 4-5 أيام، يعني تغير وضعه الصحي. كان الجو بارد من 4-5 أيام، يعني أشوى أو أحسن من اليوم هان، بسبب الشوب والما عندنا قدرة نأمن له يعني احتياجاته الخاصة. قاطنو المخيمات وخاصة من المرضى والأطفال وكبار السن هم أكثر الناس تأثرا من اشتداد لهيب الصيف، حيث تفتقر مساكنهم القماشية إلى العوازل الشمسية ووسائل التبريد وسط قلة المياه المخصصة من المنظمات لقاطني المخيمات، والتي يزداد استهلاكها خلال فصل الصيف. بما أن كمان بأرض جديدة كمان حشرات عم تطلع علينا، يعني تعرضنا للسعة عقرب، للسعة حية اللي هي طبعاً احنا 45 عيلة، نحو 5 خزانات مي، المي تغد منها منظمة بس نهار ايه نهار لا. بين سندان برودة فصل الشتاء ومطرقة حرارة فصل الصيف، عشرات العوائل هنا في مخيم الأرامل بمحيط مدينة عزاز تتجدد معاناتهم في كل عام وسط نداءات استغاثة للمنظمات والجمعيات الإنسانية، ولكن الاستجابة دائما تكون محدودة لا تكفي احتياجاتهم. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة عزاز. منذ نحو نصف قرن يواظب الرجل السبعيني محمد داديخي على جمع المقتنيات والأدوات القديمة ويحفظها في منزله بمكان أشبه بالمتحف الصغير. لنتابع. من 40 سنة، 45 سنة، من 50 سنة بحب أجمع هيك سريات وشغلات، بس من فوق يعني ما نحاسيات وغير نحاسيات وكذا، ما فكرت يوم ما أدور لك من وجد فائن كذا، ما فكرت فيهم ولله الحمد. عندي هو بشتري ما ببيع طاولة، بجمعهم بجمع وكل نهار بمسحهم وبشتغل فيهم، حتى أهل البيت ما بخليهم، وموصي أولادي وبناتي وكلهم يحافظوا على الثروية هي، حافظوا عليها، ومين ما جان عندكم استقبلوا أهلا وسهلا وتفضلوا قلوا وضيفوا وخليه يتفرج ويصور وكل شيء. غاية منا بس هواية، أكثر ما هنالك ما في. وعندي قطع وشغلات بتجوز عمرها 100 سنين، وفي قطع بتجوز منه مثلا من 50 سنة وفوق. هي دقاقة
مثل مهلة هي تبع قيصر وتبع محبرة الملوك والمكاوي الكهرباء طواحين القهوة القديمة الطنجر الأولية القديمة في دست نحن بنقول له دست الأولي أو طشت أو شغلات كلها قديمة عندي لهون كلها نحاس قديم والبلور القديم الأولي الكريستال والودعي والحليبي كله هذا من الأنواع الجيدة الجيدة اندثروا ماذا شيء بتمنى من هالشباب والجيل الصاعد والبنات والكل إنه يحافظوا على هالشيء هذا. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.